السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من عيادة الصحة. موضوعنا النهاردة موضوع جديد ومتميز جدا، نتكلم عن تشوهات جدار الصدر. تشوهات جدار الصدر هي تشوهات خاصة في العضلات والعظام الموجودة في جدار الصدر. جدار الصدر هو المكون العام للقفص الصدري الذي يحمل أو يحوي بداخله العديد من الأجهزة الحساسة والمهمة على في حياة الإنسان. هذه التشوهات يعني قد يكون تأثيرها على الإنسان عادي أو بسيط، أو قد يكون التأثير أكثر صعوبة يصل إلى الموت. يصل إلى الموت في حالات هنعرفها من الدكتور النهاردة في الحلقة، وهو خروج القلب من هذا العظام أو من هذا القفص الصدري. تشوهات الصدر ليها أعراض كتير، ليها طرق علاج حديثة هنعرفها مع ضيفي في الاستوديو الهواء الأستاذ الدكتور ياسر محمد منيسي، أستاذ جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور. اهلا وسهلا، يعني سعداء بوجودك معنا في استديو قناه الصحه الجميله. الموضوع يا دكتور موضوع مهم، يعني شغل الساحه الطبيه حاليا في الاونه الاخيره، موضوع تشوهات جدار الصدر. يعني تعريفك ايه لهذه التشوهات او هذا المرض؟ هي التشوهات الحقيقه بتنقسم الى نوعين كبار. النوع الاولاني هو عيوب خلقيه، يعني بيبي مولود وهو في عنده تشوه في جدار الصدر. جدار الصدر هو العظم اللي بيحيط بتجويف الصدر، اللي ربنا خلقه علشان يحمي الأجهزة المهمة اللي جوه، اللي هي القلب في النص والرئتين وحتة من البطن تحت. العيوب الخلقية اللي بتكون موجودة في الأطفال بتظهر أول ما يتولدوا طبعا، لأن هي لها شكل بيبين إن ده مش ظاهرة، يعني ظاهرة طبعا بيبقى ده مش شكل جدار الصدر الطبيعي. علشان نقول النوع الثاني، فالنوع الثاني هو الحاجات المكتسبة، يعني واحد حصل له إصابة، حصل له حوادث، حادثة، ففي عظمة طبعا أكتر حتة بيحصل فيها إصابات هي عظمة بتاعت القص، اللي هي العظمة اللي في النص اللي ما بين الضلوع. فدول النوعين الكبار الأساسيين. طيب يعني أنت حضرتك قلت نوعين، النوع المكتسب أو النوع اللي بالخلق. هل هناك أعراض تظهر أو تكون ظاهرة أو قد تكون غير ظاهرة على المريض؟ العيوب الخلقية أساسا في منها نوعين كبار، يا إما إن عظمة القص اللي هي اللي في النص داخلة لجوه، فبالتالي المساحة اللي جوه اللي موجود قدامها الموجود وراها القلب بيبقى مضغوط عليها. يا إما العكس، هي الأولانية اسمها دي بيكتس إكسكافيتم، والثانية بيكتس كرانيتم، بيبقى العظم طالع لبره بارز لقدام، بيبقى زي مقعر كده، صدر مقعر طالع لقدام. دول المجموعتين الكبار الأساسيين. طبعا في شكل ظاهري بيبقى باين من أول بيبي ما يتولد، شكله ده يا إما العظمة داخلة لجوه قوي يا إما طالعة لبره. ده غير الشكل بقى بيكون فيه اعراض بس ما بتبانش قوي في البيبيهات الصغيرين، الا لو كان في ضغط جامد قوي على القلب بحيث انه مش قادر يؤدي وظيفته. وفي نوع نادر من الحالات دي بيكون القلب اصلا خارج تجويف جدار الصدر. يعني الصدر كده والقلب طالع براه، يا دوب عليه طبقه خفيفه من الجلد ونشوف القلب بينبض. ده مشكلة دي، يعني كل مشكلة طبعا، والحالات دي حالات نسبيا نادرة، وتقريبا في حدود بتاعت 75-80% منهم بيتوفوا نظرا لان القلب مش في مكانه الطبيعي ودورة الدم ما بتكونش طبيعية، فبالتالي في حالات كتير منهم بيتوفوا قبل ما يجوا لهذه العملية. طب هل الاعراض يا دكتور تكون اعراض ظاهرية تظهر على المريض بصورة يعني واضحة، ام تحتاج الى بعض اجراء الفحوصات كالاشعة او لما بيكون في لو بيكون في تشوه باين في جدار الصدر ده بيبقى واضح طبعا قبل اول ما بيتولد. ولكن في حالات بتبقى بدرجه بسيطه، يعني التقعر ده العظمه داخله لجوه بس مش كتير قوي، فبالتالي بيبان عليها
انها داخله لجوه. يعني احنا معانا فحص هنا يا دكتور او فيديو. هو ده بيبين ان واحنا بنكشف ازاي على المريض اللي عنده عظمه الصدر داخله لجوه شويه. وفي جهاز بنقيس بيه هي داخله جوه المسافه قد ايه بالمقارنه لجدار الصدر على الناحيتين. يعني في حسابات نورمال موجوده بالظبط كده. بنشوف هي داخله قد ايه، لان دي بترفلكت لنا هو قد ايه في ضغط جوه على القلب وعلى وعلى الرئه. فيعني هم دول الوسائل اللي بيبينوا لنا. وفي حالات بنضطر نعمل لها اشعه مقطعيه علشان نشوف هي العظمه داخله لجوه قد ايه، عشان نشوف هل القلب فعلا عليه ضغط وقادر يؤدي وظيفته ولا لا، لان الدم بيجي له، القلب بيجي له دم راجع من كل الجسم وبيضخ دم لكل الجسم. فلو كان القلب مش في مكانه الطبيعي او عليه ضغط جامد، الدم ما يقدرش يرجع كويس، فبالتالي ده ممكن ياثر على الحياه من اول ما البيبي يتولد. طب قبل ما نتكلم عن اليه التشخيص، عايزين نعرف تاثير هذه التشوهات على عمل الاجهزه الداخليه او على الشكل العام او على نفسيه المريض بشكل عام. يعني هو احنا بنقسمهم لمجموعتين، يعني حاجتين كبار. الاولانيه هي ايه الاعراض اللي بيشتكوا منها. عاده لما بيكون حد صغير هو ما بيشتكيش قوي طبعا البيبي، انما اهله بيجوا يشتكوا ان عنده العظمه دي داخله لجوه قوي. لما بيكبر شويه بيبتدي يروح المدرسه، بيبتدي يبان بقى لما يروح ينزل يعوم، لما يعمل اي رياضه بيبان ان هي الجزء ده داخل لجوه بالمقارنه لاقرانه. فدي حاجه ظاهره. في حاجات تانية بيكون فيها الضغط اللي موجود جوه على الأعضاء المهمة زي القلب بيخلي الدم ما بيرجعش كويس للقلب، وبالتالي ضخ الدم ما بيبقاش كويس. والحالات دي بيظهر أعراض عليها بدري شوية، رغم إن ممكن من بره ما بيبقاش فيها باين إن هي داخلة لجوه كتير. يعني غير التشوه المنظر برضو في انخفاض في معدل وظائف القلب والرئه في الجنبين. ده طبعا ليه تاثير زي التنفس وضيق التنفس ومشاكل القلب هو الحالات دي لما الطفل بيكبر شويه يبتدي يروح الحضانه او المدرسه بيبتدي يجري، بيظهر عليه اعراض نهجان، لان الرئه والقلب مضغوط عليهم، فبالتالي مش بيؤدوا وظيفتهم بطريقه مظبوطه، وعشان كده بيحصل نهجان وزياده ضربات القلب. طب يا دكتور ايه هي الاصابات الاكثر انتشارا او الاكثر خطوره في هذا المرض؟ الاكثر فيهم هو الصدر المقعر اللي هو بيبقى داخل لجوه، لان هو ده اللي بيضغط على القلب وعلى الرئه. النوع الثاني اللي هو الصدر بيبقى بارز لبره، عاده بيؤدي الى تشوه ظاهري بس ما بيكونش فيه ضغط جوه على القلب، تشوه في الشكل فقط. بالظبط كده. بس هو يعني هو في الشكل بس، انما بيبقى التأثير بتاعه على بالظبط على الاطفال اولاد نفسيا بيبقى وحش جدا، ان هو بيشوف اقرانه بيجروا وبيلعبوا بيعملوا، هو يبقى مكسوف يقلع علشان بيبقى. احنا معانا فيديو يا دكتور. الحلقه ايه يا دكتور؟ اهو احنا ده بيبين لنا قد ايه هي داخله لجوه عظمه القص اللي في النص، والضلوع من جنبها طالعه لبره، وهو ده اللي احنا بنقيسه بان احنا نشوف هي داخله جوه بعمق قد ايه، عشان ده بيدينا تقدير للضغط اللي موجود على القلب جوه، ضاغط عليه بنسبه قد ايه. تمام. دكتور ايه هي اليات التشخيص؟ يعني انت كطبيب ما هي الاليه التي تستخدمها او الاستراتيجيه في تشخيص بعض الحالات او في تشخيص هذه الحالات اللي تم عرضها على الشاشه؟ هو طبعا اكتر حاجه بتبقى ظاهره في التشخيص هو المريض بيجي يشتكي انه عنده تشوه في الصدر. فبنكشف عليه، طبعا دي بتبقى ظاهره، لان اذا كان سواء كان داخل لجوه او طالع لبره بيبقى باين، وهو ده الشكوى الاساسيه اللي جاي يشتكي منها. رغم انه ممكن مثلا يكون لما يجري شويه بيجيله نهجان، بس ده مش مضايقه قد التشوه نفسه. الشكل اللي هو اللي مضايقه انه شكله باين ان الحته دي داخله لجوه كتير، فبالتالي ده اللي مضايقه كشكل ظاهري. في حالات تانية بتبقى بدرجه اقل، يعني العظمه مش داخله جوه كتير، فاحنا بنعمل اشعه عاديه وجانبيه واشعه مقطعيه علشان نشوف بالظبط العظم ده داخل لجوه قد ايه وتاثيره ايه على القلب والرئتين. طب ماذا عن تفاوت السن او المرحله العمريه في الاصابه بهذا المرض؟ يعني هل الاطفال نفس عمليه التشخيص او نفس التعامل زي الاكبر سنا مثلا مرحله البلوغ من سن 16؟ التشخيص في حد ذاته بيبقى واحد، ان احنا بنشوف المريض او بنشوف الطفل بيبقى باين على
عظمة القفص الصدري ان عظمة القفص داخلة لجوه وعاملة تأثير باين ان هي داخلة عن بقية الضلوع، او بنعمل أشعة، ودول زي في الكبار زي في الصغيرين. فوسيلة التشخيص بتبقى واحدة، الكشف الظاهري ونعمل أشعة، أشعة عادية وأشعة مقطعية. دكتور أنا يعني قريت قبل الحلقة عن في بعض الدراسات بتقول إن مرض تشوه جدار الصدري هو ذو قابلية وراثية، هل هذا الكلام صحيح أو له معنى من الصحة؟ هو ده صحيح فعلا، وفي نسبة معينة من الإصابات بتحصل في حالات وراثية، يعني الأب اللي عنده هذا العيب ممكن يظهر في أبنائه. ليها نسبة معينة بس ما هيش منتشرة قوي، يعني ما هيش كتيرة، ولكن في عامل وراثي. دكتور يعني أنت كأستاذ جراحة القلب والصدر، ما هي آليات العلاج التي تستخدمها في مثل هذه الحالات؟ هل التدخل الجراحي يعلو هذه المرتبة، أم أن التدخل الجراحي هي ثاني المرتبات في العلاج؟ هو عادة الحالات دي يعني الجراحة بتكون آخر حاجة خالص لو مفيش الحلول الأخرى علشان نصلح التشوه اللي موجود في القفص الصدري. فأول حاجة بتكون في بليد، شريحة معينة بتبقى واخدة شكل نص دايرة، بنقدر ان احنا ندخلها من وراء عظمة الصدر من الناحية اليمين للشمال، وبنلفها بطريقة معينة علشان الجزء الدائري بتاعها يطلع العظمة لبره. احنا معنا فيديو دكتور بيوضح التكوين الجهاز الصدري. ده الشكل، دي عملية الجراحة يا دكتور. لا هي دي مش الجراحة كاملة، هي دي الشريحة اللي بقول حضرتك عليها. بنفتح فتحة من الناحية اليمين زي ما حصل بالمشرط، ومن دي قبل عملية الجراحة؟ دي قبل الجراحة، دي قبل الجراحة. نشوف حضرتك دي هي فيها بس الفتحة بتاعت المشرط اللي جت في الأول، وبعد كده نشوف اللي معدينه ده، هندخل منه الشريحة دي. الشريحة دي فيها جزء معوج عامل زي جزء من دايرة، وبندخله كده. بتشوف منه درجة أو بتستنتج منه درجة؟ لا لا مش بنشوف منه، ده هو دي نفسها اللي بعد كده هنلفها زي ما احنا شايفين دلوقتي. وكده شوف طلعت عظمة القص القدام. طب هل هذه طلعت معاها الضلوع؟ هل هذه العظام قابلة للانقباض وقابلة للانبساط؟ يعني سهلة هو العظم ده أو كل الضلوع بيكون آخر التقائهم بعظمة القص اللي في النص بيكون كارتليج، اللي هو ما هياش عظمة، فبالتالي ممكن انها تطلع لقدام. وبعد زي اللي شفناه دلوقتي، بعد ما بيطلع لقدام احنا بنتابع بعد كده، يعني نعمل متابعة ونعمل اشعات ونشوف وضعه بيفضل ازاي. بس هو يعني الطريقة دي مفيدة ومؤثرة جدا في حالات خاصة الصغيرين، لان لسه بيكون القفص الصدري بتاعهم ما كملش النمو بتاعه، فلسه بيقدر يطلع وبعد كده ينمو على الطبيعي. نعم. هل هناك حالات يا دكتور يصعب التعامل معها جراحيا؟ لا هو مش يصعب التعامل معها جراحيا، هو الحالات دي عادة لو التكنيك اللي قلنا عليه ده ما نفعش، بعد كده بنضطر نعمل جراحة. والجراحة بتبقى نوعين، يا اما جراحة عادية يعني بنفتح، يا اما بالمنظار. نعم دكتور، يعني ربما في أسئلة كتير هنقولها، بس هناخد فاصل ونرجع تاني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة تانية. يعني أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور ياسر محمد منيسي، أستاذ جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة. أهلا بكم مرة تانية يا دكتور. أهلا وسهلا. إحنا اتكلمنا دكتور قبل الفاصل عن تشوهات جدار الصدر، واتكلمنا عن آليات التشخيص وآليات العلاج. اتكلمنا كتير عن التأثير النفسي والتأثير الكلينيكي أو الذي يؤثر على الأجهزة الخاصة بالإنسان. عايزين نتكلم دلوقتي عن التقنيات الجديدة في عمليات الجراحة وعمليات إرجاع القفص الصدري إلى وضعه تماما. الأول في حاجة مهمة في العمليات لازم نقولها، الحالات اللي فيها عيب خلقي اللي مولودة والقلب موجود بره جدار الصدر.
اللي اتكلمنا عنها في اول حلقه. تمام. الحالات دي طبعا بتبقى نسبه الخطوره بتاعتها عاليه قوي، وبيبقى القلب علشان ما هوش في مكانه الطبيعي، لازم قبل ما نعمل اي تدخل جراحي لازم نعمل موجات صوتيه على القلب علشان نشوف هو ايه اللي متاثر من القلب. يعني ساعات في الحالات دي بيكون في البطين اليمين في بطين تاني كمان ماسك فيه، وساعات بيكون في عيب خلقي في القلب نفسه، يكون في ضيق في الصمام او يكون في ثقب، فلازم نبقى مشخصين بالظبط ايه العيب الخلقي الموجود عندنا كله علشان التدخل الجراحي لما نعمله نعمل تصليح لكل حاجه. عاده الحالات دي الخطوره فيها ان القلب علشان موجود تحت الجلد خارج الصدر، خارج القفص الصدري، بتبقى المشكله ان القلب لازم بنعمل شويه، يعني بناخد وقت كتير في التشريح حوالين القلب علشان ندخله الى مكانه الطبيعي، وبعدين الحته اللي تحت نقفل عليها جراحيا علشان تبقى مقفوله تماما ويبقى القلب رجع جوه قفص الصدري عشان يبقى محمي تماما. دي اكثر الخطوره او اكثر المشاكل اللي بتقابل حضرتك في العمليه. طب هناك يا دكتور بعض الحالات التي تتعرض لحوادث السيارات وغيرها، نجد ان تهشم بصوره كبيره في العظام المكونه للقفص الصدري، ماذا يعني ايه الحل اللي بتقدر تقدمه او كيف تتم العمليه في ارجاع مره اخرى؟ هو الحالات دي بتنقسم الى حاجتين، اللي عنده كسر في مكان او في مكانين في ضلع معين، عاده العلاج بتاعه بيبقى مسكنات ومتابعه، لان في خلال 3 أسابيع بيبقى التئم اي حته فيها ضلع فيه كسر او فيه شرخ. الحالات اللي اصعب من كده اللي هي مثلا حوادث الطرق والعربيات، لما يبقى في جزء عنده 3-4 ضلوع في ناحيه و 3-4 ضلوع في الناحيه الثانيه، فيهم كسر كذا كسر، ده بيخلي في جزء من جدار الصدر ما هواش ثابت، فبالتالي مش قادر يعمل الوسيله الطبيعيه للتنفس. دي مشكله كبيره. دي مشكله كبيره، ودي بنعمل فيها حالات، دي بنعمل فيها تدخل جراحي علشان نعمل تثبيت للحتت اللي فيها قصور، ودي بتكون بشرايح ومسامير علشان نثبت حتت فيها قصور علشان جدار الصدر كله يقدر يعمل العمليه الطبيعيه الانبساط بالظبط كده للتنفس الطبيعي. مشاهدينا الكرام، يعني نسعد بمشاركتكم معنا من خلال ارقامنا الموضحه امامكم على الشاشه أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، ونقدم لكم سؤال الحلقة. السؤال بيقول: هل تؤثر تشوهات الصدر على ممارستك للرياضة؟ نسعد بالإجابة على هذا السؤال من خلال الأرقام أو من خلال رسائلنا للإس إم إس. نعود يا دكتور، اتكلمنا على بعض الحالات الصعبة في تشوهات جدار الصدر، عايزين نعرف إيه هو الجديد في الجراحات التجميلية أو الجراحات لإعادة الصدر مرة أخرى أو الهيكل الصدر مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي. هو الحاجات الجديده واحده منهم اللي قلنا عليها قبل كده، اللي هو الشريحه اللي بتتحط جوه من غير ما نعمل جراحه، وبعدين مع لفتها بتفرد العظمه وبيتفرد جدار الصدر، وده بيبقى عالج، وده بيعالج حالات كتير قوي، غير ان احنا نعمل فتح جراحي كامل علشان نعمل تصليح لكل عظمه من العظم بتاع القفص الصدري. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي ان احنا نعمل الجراحه بالمنظار، يعني ما بنفتحش على كل الضلوع علشان نعمل تصليح لهم، نعمل نفس الجراحه دي بس بالمنظار فتحه، بالمنظار بيخش من ناحيه، وكل الضلوع دول بنعمل عليهم الاصلاح، وبالتالي الضلع اللي هو كان ماسك في العظمه وداخل لجوه لما نعمل الجراحه بيطلع لبره، فبالتالي يرجع للشكل الطبيعي من غير ما نعمل فتح جراحي كامل، وده بيتعمل بالمنظار. هل دكتور هناك اثار جانبيه تعود على المريض بعد اجراء هذه العمليات؟ مفيش اثار جانبيه معينه، بس هي كالحاجات اللي بنعمل فيها جراحه كاي جراحه، يعني في حاجات معينه لازم ناخد بالنا منها وما يحصلش التهابات وحاجات كده، بس عامه مفيش مضاعفات معينه. طب احنا دكتور معانا فيديو اهوت، دي اجراء عمليه جراحيه كامله، حضرتك هتشرح للمشاهدين الكرام كيف تمت هذه العمليه. الفتحه اللي عملناها دي بالظبط فتحه عباره عن 0.5 سم، وبندخل منها المنظار دلوقتي، وبالايده الشمال هو حس فين الحته اللي فيها الاعوجاج اللي موجود في الضلع، فعلم عليها، وده الشريحه اللي عامله نص جزء من دايره
علشان عايزين الطلبه ده اكتر انواع يا دكتور طبعا. ايوه بالظبط كده. تمام. وبعد ما بناخد القياس بنعوجها علشان تبقى واخده الشكل اللي احنا عايزين نوصل له عشان يتفرد ده البعض بالظبط. يعني ده الوضع يعني هل بيكون ادخال المعادن دي يا دكتور داخل ده اللي احنا عايزين نوصل له دلوقتي. يعني المعادن دي بتدخل ناحيه بتدخل جوه القياس بالمنظار الناحيه الثانيه بعد ما علمنا عليها بنفتحه. نسبه نجاح العمليه دي يا دكتور بيها بتتراوح من كام لكام؟ نسبه نجاح الحالات دي في الحدود بتاعه 90%. النتائج كويسه جدا. كويسه بسم الله ما شاء الله. تمام. الفتحه اللي احنا عملناها واحده على اليمين واحده على الشمال. والمنظار زي ما احنا شايفين على الشمال كده هو بيورينا بالظبط ندخل العظمه فين من تحت، ندخل الشريحه فين من تحت العظمه علشان نفردها من اليمين للشمال. تمام. هي كده بندخلها شويه شويه. نلاحظ ان بدات عمليه قاسيه شويه، بدات تظهر من هو بيتعمل كده يا دكتور بعنف ولا هو دي هو بيتعمل كده. بس بص حضرتك النتيجه النهائيه ان دلوقتي العظمه شفتها كانت داخله جوه ازاي، دلوقتي خلاص اخد ال ده عمليه صعبه جدا وهيدخل بقى بهذه بالشريط ده هيدخله. مده اجراء العمليه يا دكتور بص حضرتك لما هن هندخل شفت حضرتك اللفه اللي عملها دي، اللفه دي هي اللي بتعدل القفص الصدري وطلعت عظمه القص اللي قدام. دكتور ما هي المرحله السدية الاكثر تلاؤما مع اجراء مثل هذه العمليات الصعبه؟ يعني هو ده بيعتمد على شده التشوه اللي موجود. لو عظمه القص داخله جوه جامد قوي بنضطر نعمل العمليه دي في سن نسبيا مبكر عشان ما تبقاش ضغط على القلب وتعمل تاثير على القلب وعلى الرئه. بس عامه احنا بنفضل لو الحاله درجه بسيطه ان احنا نستنى لما يكبر شويه علشان يكون النمو وصل لمرحله قريبه من النمو النهائي. فبعد كده يبقى التصليح اللي بنعمله مره واحده وخلاص بعد كده. طب يا دكتور يعني بعض الاشخاص بيعانوا مثلا من مشاكل في القلب او مشاكل في السكر، كيف يتم التعامل معهم في مثل هذه الحالات؟ يعني حالات خاصه يعني بيكون عندها مشاكل في السكر في الضغط في يعني يصعب اجراء مثل هذه العمليات. هو الحقيقه ان الحالات دي يعني اغلبها او نسبه كبيره منها بنكون عملنا الجراحه قبل ما يوصل هم يتقدموا في السن علشان يجيله الضغط والسكر. انما في حالات طبعا اطفال بيبقى عندهم سكر من اول ما يتولدوا. والحالات دي اللي مطلوب ان احنا نعمله قبل الجراحه هو ان السكر يبقى مظبوط قبل ما نعمل جراحه، لان اي فتح جراحي والمريض عنده سكر او السكر عالي مش مظبوط بيؤدي الى التهابات وان الالتئام بتاع الجرح ما بيكونش مظبوط. طب هل هناك بدائل اخرى غير استخدام الجراحه او العمليات الجراحيه زي اللي شفناها كده في الفيديو؟ لا، هما الثلاث وسائل للعلاج هما الاول ان احنا البليد اللي قلنا عليه اللي هو الشريحه، وممكن نعمل جراحه بالفتح الكامل او بالمنظار. دول الثلاث وسائل اللي بنعالج بيهم. عايزين نعرف ايه نصائح دكتور وايه الارشادات اللي تقدمها لمصابي بهذه الامراض مثل الصدر المقعر او سواء كان للداخل ام للخارج؟ ايه النصائح تقدر تقدمها؟ ازاي اقدر مثلا لو عندي طفل عنده مشكله ازاي انصحه بايه؟ يعني مثل هذه النصائح. هو الحالات اللي فيها تشوهات الحقيقه هي اهم حاجه يعملها ان يروح لدكتور متخصص علشان يشوف هل ده فعلا تشوه عامل التشوه ده درجته ايه؟ بسيط ولا متوسط ولا شديد؟ وعامل تاثير على الاعضاء اللي جوه زي القلب والرئه ولا لا؟ وبعدين طبعا الدكتور بيطلب الاشعاعات علشان نتاكد من تشخيص وهل في تاثير جوه ولا لا. بعض دكتور ممارسي الرياضه بيتعرضوا ل او الذين بيلعبوا ملاكمه او كده بيتعرضوا لبعض الصدمات في القفص الصدري تنجم عنها اعوجاج في هذه في العضلات او في العظام بتاعت القفص الصدري. هل لو اذا تم عمليه يعني عمل عمليات جراحيه او تدخل جراحيه هل يعود الشخص
مره كامله او مره اخرى لممارسه حياته الرياضيه؟ بعد الجراحه هيقدر يعود لحياته الطبيعيه جدا وعلى ممارسه الرياضه على طول، بس هو الحقيقه مش بتوع البوكسنج اللي بيحصل البعض واكتر حاجه بتحصل اصابات، خاصه اللي بيسوق لما يحصل حادثه ودريكسيون يكون رابط حزام الامان ودريكسيون يخش بيعور عظمه القص، ودي اللي بيحصل فيها انها بتدخل لجوه او يحصل فيها اي انواع التشوهات، بس بعد الجراحه بيرجع للطبيعي خالص والتنفس بقى عادي والرياضه تمارس عادي جدا. طب هل ادخال بعض المعادن اللي شفناها في الفيديو او بعض الاجهزه اللي بتدخلها في العمليه، هل هذه الاجهزه تعترض مع العمليات الحيويه الداخليه للقلب او الرئتين او لا خالص؟ هو الشريحه اللي شفناها زي ما شفناها في الفيديو دي بتتدخل علشان توسع جدار الصدر وان العظمه خلاص تبقى طلعت لبره، ولا تؤثر خالص ان هي بتبقى معديه من ورا العظمه على طول، يعني ما هياش في الوسط عشان تؤثر على حاجه، هي دوب بتبقى وراها عشان تطلعها لبره خالص، لا تؤثر خالص. نعم. استاذ دكتور ياسر محمد منيس، استاذ جراحه القلب والصدر كليه الطب جامعه القاهره، يعني سعداء بوجودك معنا وسعداء بالاجابه وسعداء ب ان حضرتك نورتنا في استديو عياده الصحه. انا اسعد. يعني انتهت حلقه اليوم، بنشكرك دكتور على وجودك معنا، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. تحياتي محمد حتحوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.